الورق ده كله لازم يبقى جاهز بكره الصبح. اوكي تصبحوا على خير. انتي من اهم. مساء الخير يا مسا مرو. مساء النور. هو حضرتك اخوه ادهم عادل المهدي؟ اه ما هو الشبه برضه قريب جدا. اهلا وسهلا. في اي حاجه اقدر اعملها لك؟ في الحقيقه خير. وانا بس مش عارف ابتدي ازاي. هي خدمه غريبه شويه، بس اللي شجعني ان انا اطلبها منك انك بالنسبه لك مش هتبقى اول مره. يعني يا فندم لا، انا مش عايز حضرتك تفهميني غلط. انا عارف كويس قوي اخلاقك، وعارف انت عملتي ايه ورفضتي تعملي ايه. انا حتى بالاماره عارف اسم حضرتك الحقيقي. وحضرتك بتتكلم عن ايه؟ انا مش فاهمه. افهمك، انا عايزك تعملي في سليم نفس اللي عملتيه في جوز امك. ايوه عايزك تقتلي سليم.